كابتن هارد لك على النتيجة. حتى حينما الشباب عاد بالهدف تقليص الفارق، كان الفيحة لا زال في ملعب نادي الشباب، لا زال هو الفريق الذي يضغط على مرمى نادي الشباب. لماذا كابتن؟ والله صراحة يعني ما عندي شيء أقوله يا أخي. والله العظيم يعني شيء خيب يا أخي بالنسبة لنا كلاعبين، وأخي ما هذا هو المستوى اللي المفروض لعب فيه. نعتذر أول شيء من الأنصار، وهذا اللي أقدر أقوله، ما كنا نستحق الفوز حتى ولا حتى تعال. كابتن، إذا كانت أمور فنية الجهاز الفني يتغير، هل المسألة تتعلق بالإدارية؟ الإدارية تتغير، هل المسألة عناصر لاعبين؟ لا والله مو مسألة عناصر اللاعبين، لأنه الفريق اللي يلعب ضد الهلال ومن هزم وكان كويس، ولعب ضد الاتحاد وكان كويس، هو الفريق نفس اللاعب يلعبه، بس ممكن احنا ما كنا مركزين 100%. الهدف الثاني كان بالإمكان أفضل مما كان، هل كان يفترض على كابتن جمال ردة فعل أفضل حتى يخلص الكرة؟ لا والله أنا كنت راجع خلف، يعني ما أقدر أسوي شيء، يعني راجع خلف وتسديدة على الأرضية زربت صعدت مع الأرضية، ما أقدر أسوي لها شيء. كابتن، وضح في الشوط الأول تحديدا آخر الشوط الأول كان في ردود فعل شوية بينكم كلاعبين، يعني كان قوية، لاحظنا حتى إحنا خروجك كأنك كنت مستفز، كان الأمر يتعلق بفريقك أم يتعلق بطريقة لعب؟ لا والله مستفز، يعني أنا ألعب عشان أفوز يا أخي، كنا نبغى نفوز، كنا نبغى عشان الشعار هذا اللي إحنا لابسينه، في جمهور يتنقل معنا وفي ناس تتعب خلف النادي، هذا لازم يكون في المستوى، إن شاء الله نتحسن مستقبلا.